ما هو رأيكم في سيارتنا الجديدة؟ خلاص بقينا أغنياء والخرب اللحظة الجميلة دي صاحب العربية ذاته لأنه كان جوا وضرب لي بوري. فيلا نشوف اليوم هذا كيف لحد ما وصلنا هنا. بدأ اليوم أخيرا بعد رجيم طال لأيام بالشاي ودرهم العجيب، وبما أنه المرتب نزل فأولا وديت ملابسي كلها اللي بتاع المكوى، وثانيا رسلنا للوالدة مصروفة عشان ربنا يبارك لنا في المرتب، ثالثا مشينا تسوقنا نشتري بنطلون لأن الليلة عندنا عرس ظابط جدا جدا، رابعا مدام فيها عرس لازم حلاقة ظابطة، وطبعا قلت لها الحلاقة إني بشهور وبعمل لك دعاية فظبطني، وصراحة ظبطني جدا جدا. والحلاقة يا جماعة رخيصة جدا بأربعين درهم، المكان ظابط شديد جدا جدا، حتى بيدوك موية وفي حلاوة، المهم مكان ظابط. ويا جماعة دي ما دعاية، دي أم الدعاية كده، أنا ما هعمل لك حركة الناس في السوشيال ميديا، يعني دي دعاية حتى لو هو مع إنه ما أداني حاجة لكن دي دعاية. المهم بعد ذاك طوال لقينا مازن وبين المرتب نزل، فما هنحتاج للرجيم في العرس، فقلنا نمشي مرجمين، فطلبنا سندوتشات على السريع وانطلقنا الى العرس. ولقيت كميه كبيره جدا من المتابعين هناك، معز شريف والدكتور محمد كمال والشباب اللي قاعدين ورا ديل، طبعا كانوا بيتريقوا علي، انا كنت ما عارف شو، لانه انا ذاتي قعدت اتريق نفسي لانه ذاتي ما كنت عارف انا عايز اعمل شنو. وحتى الفنان يا جماعه قال لي تصور معايا يعني فطلعنا مشاهير جدا والله. فالمهم نحن بنتفرج على العرس وبنتفرج على مولانا مع أولاده، فهذا علمنا دروس كثيرة جدا جدا يا جماعة، لكل مجتهد النصيب ومن زرع حصد ومن تحرك وصل. طبعا دي أنا جدا من عندي ساي، ولكن بجد اللحظة بتاعت إنه بنشوف مولانا مبسوط مع أولاده، الحاجة ده خلتني أتحمس جدا جدا لأنه نكمل يومياتنا ونعمل محتوى كثير وإن شاء الله نصل الى الغنى والنجاح وبرضه نتزوج. تحمست شديد كده للعرس. المهم صراحه انا ما كنت انا ارقص لان انا ما بعرف ارقص، ولكن احد المتابعين قال لي لازم ترقص، فغيت يعني عملت حركه يعني مجامله لي والله، انا ما زور رقيص، وبعديها برضه مجامله والله يا جماعه انا زور رقيص يعني، ودلي وزور زميلنا في المكتب فبرضه كان لازم نرقص معاه يعني، وبرضه انا في الكرسي يا جماعه والله ما زور رقيص مجامله، بس قعدت ارقص مع واحد برضه ما بعرفه. وفي نهاية اليوم جينا لهذه السيارة الجميلة اللي قلنا لازم نصور منها، ويا جماعة وروني